السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حلقة جديدة من برنامجكم برنامج ملاعب بلدنا. طبعا في هذه الحلقة بننعي الكابتن عفت متولي الذي وافته المنية اليوم، مدرب حراس مرمى بنادي الزمالك الرياضي، عليه رحمة الله، سائلين المولى عز وجل أن يتغمده الله بواسع مغفرته. طبعا في هذه الفقرة، الفقرة الأولى، معي مدربين كبيرين، مدربين من مدربي قطاع الناشئين بنادي الزرق الرياضي، الكابتن رأفت نور الدين المدير الفني لمواليد 99 بنادي الزرق الرياضي، أحد أندية الممتاز به. أهلا وسهلا كابتن رأفت. منورنا كابتن. الله يكرمك. أخبارك تمام؟ تمام الحمد لله. ومعي الكابتن أشرف عطية، طبعا كابتن أشرف المدير الفني لمرحلة ال 2002. أهلا وسهلا كابتن أشرف. أخبارك منورنا. تمام الحمد لله. ومعي اللاعبين الجيدين، اللاعبين المميزين، لاعبي قطاع الناشئين بنادي الزرق الرياضي، اللاعب محمد عبد الفتاح الشهير بشيكو. اهلا وسهلا كابتن ابراهيم. الحمد لله تمام بخير، ربنا يخليك. ومعي اللاعب محمد عبد العظيم، موهبه مواليد 2001. اهلا وسهلا محمد. اهلا كابتن. تمام، كله تمام؟ تمام الحمد لله. طبعا في البدايه نادي الزرق الرياضي اتكلمنا وتوقعنا، وكان توقعنا صحيح، طبعا ما فيش هبوط السنه دي. طب قرار اتلغى الحمد لله رب العالمين بعدم هبوط اي فريق من فرق الدوري الممتاز به والقسم الثالث. طبعا شكل المسابقات الجديد هذا الموسم بالنسبة لجميع الاقسام، اذا كان القسم الثاني وهو الممتاز به، طبعا سيتم تقسيمه الى ثلاث مجموعات، كل مجموعة تضم 16 فريق، مجموعة بحري ومجموعة القاهرة وخط القناة ومجموعة الصعيد. في البداية بحب ارحب بضيوفي الكرام للمرة الثانية، الكابتن رأفت نور الدين. اهلا وسهلا كابتن رأفت. كابتن رأفت، قول لي بقى بالنسبة لقطاع الناشئين بنادي الزرق الرياضي، وكونك مديرا فنيا لمواليد 99، طبعا انت على هبة الاستعداد علشان مباراة الدور ان شاء الله المقبلة باذن الله، قول لي كده كيفية الاستعداد لفريق 99. والله احنا طلعنا معسكر في بلطيم، قعدنا حوالي 10 ايام تمام، ورجعنا تاني عملنا فترة اعداد، ان احنا عملنا مباراتين وديتين. اول مباراة كانت مع اسمنت حلوان تمام تمام كابتن. تاني مباراة كانت مع نادي الحديد والصلب، والحمد لله قدرت ان انا اجهز ناس، وقدرت ان انا الوقوف على مستوى اللاعبين وتثبيت التشكيل تمام. واحنا بيجي لنا لعيبه كتير من الدوري الممتاز ومن انديه الممتاز به تمام. الحمد لله نقدر نعمل نتيجه كويسه في خلال الموسم ده تمام. وربنا يوفقنا. كابتن أشرف، برضو كونك مدير فني في قطاع الناشئين، طبعا شايف القطاع على ما يرام من تدريبات، وحدات تدريبية جيدة، الوضع الحالي شكله إيه؟ والله أولا أي حاجة بتنجح لازم تكون الإدارة قوية تمام. إحنا عندنا الإدارة قوية جدا وملتزمة جدا بنسبة، يعني أنا مش هنقول بقى 100% بنسبة 95 حتى 95% لان اهم حاجه الصدق طيب. اذا وجد الصدق، الصدق والوضوح طبعا اساس كل منظومه، اي منظومه تنجح كوره في اي شغل، طالما في صدق خلاص، لان طيب. احنا شغالين في منظومه استثمار وبيبقى فيها الصدق مهم جدا. احنا كنا ضامنين انا وكابتن رأفت 99 و2000 طيب. وبنعمل مطوشه وديه مع بعض وبننتقي، احنا بناخد راي بعض. كابتن رأفت مدرب كبير وحضرتك قريبك كابتن قريب الكابتن رأفت يا شرف الكابتن رأفت، يعني كل شويه يقول كل شويه يقول لي قريبك ده اكتر من قريبي والله حبيب. هو محمد فتاح الشارب يشيكو، قول لي كده فتره، لان انا سمعت ان انت احترفت في تركيا، قعدت فتره طويله هناك وعصرت بعض اللاعبين في انديه الدوري الممتاز، قول لي كده هذه التجربه كانت على ما يرام؟ التجربة كانت كويسة والله، بس حصل مشاكل معايا في الإقامات بتاعة الورق وكده بسبب الجامعة والجيش، فقضيت فترة كويسة مع نادي محترم وكده، ورجعت على نادي بتروجيت قضيت معهم 3 شهور قبل الكورونا. بعد كده جه طريقي الكابتن رأفت، نزلت تمرينات في الزرق، لقيت المدربين كويسين والكلام بصدق ونادي محترم، تمرينات كويسة. في استفادة محمد فعلا؟ في استفاده، بمستوى بيعلى وتمريناته بيحطوها كويسه تمام. ولو ما كانش في افاده كنت ممكن اروح لبتروجيت، كانوا مكلميني، بس انا لقيت النادي الزرقاء كويس وكان طالبين ان انا اعمل عقد، فعملت عقد، كان بتروجيت كان هيبقى استماره،
رحت بتروجيت انت صراحة. ماضي على عقد ماضي عقد في النادي زرقاء 99 وان شاء الله تكون حاجه كويسه طبعا معهم. بننوه بالنسبه للعقود يجب او يجوز تحرير عقود للاعبي قطاع الناشئين بانديه الممتاز اذا كان ممتاز الف وممتاز ب عشان طبعا الناس تبقى فاهمه ان الناشئين ممكن يوقعوا على عقود ممكن يوقعهم الناشئين من 2005 حتى 99 ادام في مرحله الناشئين يجوز تحرير عقود لهم حسب ما يتراءى النادي. محمد عبد العظيم قول لي كده بالنسبه لبدايتك الكرويه. بسم الله بدات فين؟ انا من ابناء مدينه 15 مايو حلوان ولعبت في جميع انديه حلوان نادي حلوان الرياضي وحلوان العام ونادي 63 الحربي ودلوقتي الحمد لله مضيت في نادي الزرقاء سنه مع كابتن اشرف وكابتن رافض تمام ولعبت معاهم الماتشين الوديين اللي فاتوا والحمد لله وقفنا على قوام الفريق ومنظومه الزرقاء بسم الله ما شاء الله منظومه كويسه جدا واستفدت افاده حلوه وباذن الله نكون عند حسن ظنهم ان شاء الله محمد باذن الله ونحقق هدف الزرقاء الموسم ده باذن الله. معي مداخله هاتفيه معلقنا الجميل معلق التلفزيون المصري الكابتن فريد الجزار. اهلا وسهلا كابتن فريد. كابتن احمد برحب بيك وبضيوفك الكرام والنجوم اللي معاك في الاستوديو وبرنامجك الرائع. الله يخليك كابتن فريد. كابتن فريد الشرقيه طبعا حاله فريده حاله نادره. وضع الفريق الحالي للشرقيه كابتن فريد يعني في وضع مش عايز اقول لك شكله ايه. الشرقيه كان طبعاً ممتاز علي ممتاز بيه. كابتن احمد الشرقيه كنادي وبلد عزيز علينا طبعا والشرقيه ولاده باللاعبين طبعا يعني احنا النهارده بنتكلم في نادي تعداد سكانه اكتر من حوالي 10 او 11 مليون تمام. النهارده الشرقيه بتبوح وتسبح في المشاكل كتير جدا جدا لا مال نهايه مع احترامنا الكامل لمجلس الاداره لكن مش ده طموح نادي الشرقيه مش ده طموح جمهور الشرقيه. الشرقيه دايما ولاده بالنجوم والكوادر الكبيره ورجال الاعمال المخلصين المحترمين. النهارده بنتكلم هم فين ابناء الشرقيه من دعم ناديهم. كابتن فريد كونك من ابناء الشرقيه طبعا انت شايف الحل ايه لوجود الشرقيه كممثلا في احد انديه الممتازه اذا كان الف او ب الحل ايه؟ الحل يا كابتن احمد ان الكل يتكاتف من اجل مصلحه تمام الشرقيه والنادي يعني الكل يتكاتف ويبقى في اجتماع لتصفيه الاجواء والبحث عن لعيبه ذات خبره كبيره جدا عشان تقدر تصنع الفارق مع نادينا العظيم نادي الشرقيه ونقدر ان احنا نستطيع برضو ان احنا نعبر هذه المرحله. ما ينفعش الشرقيه كابتن احمد النهارده بتلعب ثالثه تمام يا كابتن. يعني مع احترامنا للجميع النهارده الشرقيه جمهور جميل جمهور بيهز جبال النهارده الشرقيه ممكن تهز الشرقية غالية علينا كابتن وحبيبي إلينا ولكن كابتن فريد يعني لابد زي ما انت قلت تكاتف الجميع من أجل الإصلاح طبعا. لأن وضع الشرقية وضع طبعا وضع يعني لا يسيء عندنا رجال أعمال كتير تقدر تساهم نقدر نجيب لعيبة ذات خبرة نقدر نجيب مدير فني كوفي يقدر يصنع الفارق مع الشرقية يقدر إن هو يعلي اسم نادي الشرقيه. ما ينفعش النهارده بنلعب موسم ونقعد عليه 20 سنه تمام. ولا 15 سنه عشان نصعد دوري ممتاز. كابتن فريد اخيرا كابتن فريد توقعاتك للمباراه مباراه الزمالك والرجاء المقامه ان شاء الله يوم 6/11 باذن الله من سيفوز ويصل للمباراه النهائيه في البطوله الافريقيه؟ لا 6/11 يوم 1/11 كابتن 1/11 واحد ستة ده النهائي تمام 1/11 لان في تاجيلات او تاكيدات لتاجيلات اسبوع عشان يبقى في مبدا تكافؤ الفرص ما بين الاهلي ممكن لكن هو الزمالك والرجاء يوم الاحد تمام احنا بنقول يوم الاحد ولكن لسه في فاكس في الاتحاد الافريقي للقدم بيبحث طبعا خطاب نادي الزمالك بالتاجيل اسوه بالنادي الاهلي اللي هو رايح 14 يوم حتى المباراه النهائيه والزمالك طبعا مش هيكون رايح كام مباراه صعبه جدا جدا يا كابتن. طب توقعك يا كابتن فريد؟ مباراه صعبه جدا جدا و1-0 نتيجه غير مطمئنه بالمره. لازم لعيبه الزمالك تعرف ان المباراه صعبه بكل التاكيد. فريق الرجاء عنده سرعات كبيره في وسط الملعب
عنده خط هجوم عالي جدا جدا. النهارده جاي مش بيبكي على شيء، النهارده جاي وخسران واحد على ارضه، هنا بقى الامور بتبقى هاديه بالنسبه له. ولو سجل هدف هيربك حسابات نادي الزمالك كتير جدا. اذا نادي الزمالك مطالب باول ربع ساعه ان هو يخلص المباراه بدري بدري وان هو يسجل اهداف، واتوقع ان شاء الله النتيجه تنتهي 2-0 لنادي الزمالك ان شاء الله. شكرا جزيلا كابتن فريد الجزار معلق التلفزيون المصري. كابتن فريد، كابتن رأفت، بالنسبه لفريق ال 99 بالاخص، طبعا مرحله الشباب اللي هي تحت الفريق الاول، هل في لاعبين او ابرز اللاعبين اللي انت سيتم ترشيحهم للفريق الاول؟ طبعا في عندي لعيبه مميزه، في عندي سيرد باك عيسى، تمام في عندي شيكو برضو لاعب مميز، لاعبين من بره مصر كويس يعني. في عندي لاعب اسمه معاذ برضو، في عندي لاعب اسمه زياد، في عندي مجموعه لعيبه، يعني في مجموعه ان شاء الله باذن الله لها مستقبل باذن الله للدرجه الاولى ان شاء الله نشتغل عليهم كويس ويصعدوا فرصه باذن الله. محمد عبد العظيم بقى كمل لنا بقى، لان احنا قطعنا الحديث معك بالنسبه ل بعد يعني انت لعبت في حلوان ولعبت فين تاني؟ هو انا لعبت في انديه حلوان بس. بس لكن اول ما خرجت جيت على نادي الزرقاء، تمام، لقيتها بسم الله ما شاء الله نادي محترم جدا جدا وبيلعب ممتاز به، تمام. ودلوقتي انا في مواليد 2001. انت مركزك ايه يا محمد عبد العظيم؟ انا باك يمين. باك رايت، تمام، مع كابتن علي غازي باذن الله. كابتن علي غازي من المدربين المميزين صراحه في القطاع. كابتن اشرف، بالنسبه برضه للقطاع، هل على ما يجب بالقطاع بالنسبه للادوات موجوده على اعلى مستوى، التدريب جيد، وضع القطاع العام؟ والله انا اشتغلت في الاستثمار قبل كده كتير، انا ما شفتش نظام بصراحه اكتر من النظام اللي موجود هنا في الزرقاء. ناس اداريين موجودين، كابتن شعبان بيبقى موجود من اول النهار، كابتن دودار بيبقى موجود من اول النهار، بيتابعوا كل حاجه وبيقفوا على جميع المشاكل وبيحلوا جميع كل حاجه اللي حضرتك بتقولها لهم، وهم ساعات بيتصرفوا بطريقتهم برضو لانهم برضو مش اداريين بس، ده كانوا لعيبه كوره وفاهمين، تمام. وبالنسبه برضو للمدربين، مدربين على اعلى مستوى مش بالشهادات. احنا والكابتن رأفت بنيجي ما بنبص على كل المدربين، لان 99 و2000 بتاخد من كل الفرق، احنا بنبص بنشوف الناس بتشتغل ازاي، ناس كويسه جدا جدا جدا، تمام. واحنا بنستفاد منهم. شيكو، بالنسبه لتطلعاتك في الفتره القادمه ان شاء الله، انت واخد نادي الزرقاء كمحطه اساسيه ان شاء الله تبان منها، ولا انت طموحك الدرجه الاولى الفريق الاول؟ لا، هو اول حاجه ان شاء الله طموحي ان اطلع فريق اول في نادي الزرقاء، تمام. بعد كده هبص ان انا فكره الاحتراف تاني باذن الله، يعني برضو فكره الاحتراف ما زالت موجوده برضو معاك، ان شاء الله عايز تجربها تاني، بس لازم هنا برضو هلعب في الزرقاء موسمين او كده في الفريق الاول عشان برضو اكسب خبرات مع النادي ده، النادي كويس، وهبص بقى بعد كده ان شاء الله الحاجه برضو. يا ريت برضو بننوه بالنسبه للاعبين، لان سمعنا سفر اللاعبين للخارج، تروح قطر مش عارف ب 200 ب 20,000، تروح الامارات ب 30,000، تروح تركيا ب 40، سمعنا متاهات على السوشيال ميديا وحوارات وافتراءات وكذب، ولكن يا ريت الكل يتريث في اتخاذ القرار بالنسبه للسفر للخارج حفاظا على ابنائنا اللاعبين. طبعا بالنسبه للاعبين الهواة لا يجوز لهم السفر للخارج، لان طبعا لازم يكون لك بطاقه دوليه داخل بلدك، ولازم تكون لعبت في نادي ممتاز الف او ب داخل بلدك، لان معلش طموحاتك ما جابتش هنا للممتاز ب حتى او الممتاز الف، طموحاتك هتجيب فرق اوروبا، فصعبه جدا جدا. يا ريت نتخذ يعني نتريث في اتخاذ القرار لذلك. كابتن رأفت، بالنسبه للمدربين المتواجدين في القطاع، في روح التعاون والتكاتف في القطاع؟ طبعا كل المدربين اخوات، تمام، اصدقاء، احنا كلنا يعني يمكن احنا بنيجي بدري مع بعض وبنقعد مع بعض وبنتكلم، ونتكلم في الوحدات التدريبيه وبنقعد برضه بعد التمرين بنتكلم على الاداء، بنتكلم على مستوى اللعيبه، بدليل ان انا لما بحب اصعد لعيبه معايا انا لازم باخد راي المدرب، تمام، مين احسن لعيبه عندك، مين اللعيب المميز اللي هو يقدر يفيدني، مين اللعيب اللي يقدر يتصعد، وبنتواصل مع بعض اثناء التمرين وبعد التمرين، يعني احنا اخوات، تمام، قبل مدربين يعني. محمد عبد العظيم، بالنسبه لتطلعاتك برضو في الفتره المقبله، طموحاتك كلاعب؟
باذن الله نحقق مركز مع نادي الزرع واكون عند حسن ظن الفريق فيا باذن الله. ان شاء الله. وباذن الله يعني نادي الزرع يكون محطه ليا كويسه باذن الله، واروح انديه من انديه الدوري الممتاز باذن الله. ان شاء الله. ومن ثم الاحتراف بره ومنتخب مصر باذن الله. باذن الله. كابتن اشرف، طبعا قبل ما اختم عايزك يعني شكر خاص في المجال الرياضي توجهه لمين؟ والله الشكر خاص انا بوجهه اولا للدكتور محمود سعد. تمام. لان احنا بصراحه الدكتور محمود سعد علمنا ان احنا نشتغل تحت اي ظرف من الظروف، نشتغل اداري، نشتغل لو ما فيش ادوات تشتغل بالادوات اللي معاك وتقدر تعمل وحده تدريبيه باقل حاجه، ما تتاخرش، تبقى عندك، تبقى انت صادق. وبرضه بشكر كابتن رأفت لانه برضه عنده يعني هو اللي سبب ان هو جابني مع حضرتك، وبشكر حضرتك برضو اللي انت اديتني الثقه ان انا اشتغل معاك. حبيبي جدا. قول لي كده شيكو، برضو يعني حابب توجه شكر خاص لمين؟ والله اول حاجه طبعا اهلي واقفين معايا كتير، وكابتن رأفت طبعا في التمرين مهتم بينا كلنا ومديني حاجه في نفسي ان انا حاجه كبيره، وده بيخليني اطلع اكتر حاجه عندي في التمرين والماتشات. وبوجه شكر لكابتن ماهر محسن طبعا اللي واقف معايا كتير. بس ربنا يوفقك يا رب. شكرا كابتن رأفت. بالنسبه برضو يعني شكر خاص بتوجهه لمين؟ والله انا بشكر في الاول ربنا سبحانه وتعالى اللي هو وجد ان انا موجود في منظومه عاليه اللي هي منظومه الفرقه، وموجود مع مدير قطاع اللي هو كابتن احمد فواز وتوجهاته واداره عاليه جدا. والحمد لله ان ربنا يقدر يوفقني واقدر اكمل المسيره، وان انا ارتقي بالفريق اللي معايا وننافس، ومعظم اللعيبه اللي معايا يروحوا انديه عاليه. ده حلم ان اللعيبه اللي معايا اخر الموسم اهلي وزمالك وانديه الدوري الممتاز وفعلا منتقى لعيبه كويس ان شاء الله. محمد عبد العظيم، حابب بقى توجه شكر خاص لمين؟ طبعا اول حاجه لاهلي، بابايا ومامتي واخواتي لانهم واقفين جنبي واقفه، وبحمد ربنا عليهم يعني. طبعا بحب اوجه الشكر للكابتن ماهر محسن لانه هو اللي خلاني اوصل للمستوى اللي انا فيه ده، واحب اوجه الشكر لاكثر من اخويا الكبير القائد احمد حسام لانه فعلا مثل وقدوه ليا، واحب اوجه الشكر لاخويا كريم حماده لانه بيدعمني جدا وواقف جنبي على طول، وهو برده من الاسباب اللي خلتني اوصل لغايه هنا. طبعا واحنا بنوجه الشكر طبعا للساده اللي انتم ذكرتوهم، وان شاء الله كده نشوفكم في محطات عاليه وفي انديه متقدمه باذن الله. طبعا في ختام هذه الفقره بشكر ضيوفي الكرام، وهنطلع لتقرير من قريه ميت بره باحدى محافظات الغربيه لعرض تقرير عن قطاع البراعم الموجود في الدلتا بقيادة الكابتن باسم لسيف والكابتن علاء الصعيدي، اللي إن شاء الله هيكونوا ضيوفنا في الفقرة الثانية.